تعالوا نشوف لقاءات مع جماهير تونس بعد الخسارة من أستراليا ونرجع نكمل كلامنا. كان لعبنا كان بدل التشكيله او من لو كان لعب 4 3 3 اخير خرجت لعيدوني غالطه هذيك زاد نورمالمون ما يخرجوش وذي وكاها معناها ان شاء الله في طرح فرنسا باش نخسروا ان شاء الله احنا اما ما يصيرش نعملوا تحيه تونس وان شاء الله قدره ربي كوب دو موند عند برازيل. خساره توجع برشا حبينا نحيو عقده الدور الاول ونروحوا على غالب خساره مخيبها خايبه برشا معناها الأوليد لعبوا في الأخر كان لعبوا من الأول كيما من الأخر ما كناش نخرجوا هكا كنا نخرجوا فرحانين وكنا نتعديوا لدور ثاني لأول مرة ونحيوا العقدة هذيك على غالب ربي ما سهلش الكرة ما حبتش زيدها في الأخر. أتمنى إن شاء الله للمنتخب التونسي بإذن الله بإذن الله انتصار على المنتخب الفرنسي. كلام ممكن يبقى سهل والفعل أصعب بس بإذن الله المنتخب التونسي يخلي الفعل أسهل في هذه المواجهة.